للجمعة الثالثة على التوالي، واصلت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الجمعة وفقا للإجراءات الاحترازية المقررة على التجمعات في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث أقيمت اليوم صلاة الجمعة من مسجد الحسين بالقاهرة، وكانت خطبة الجمعة بعنوان أسباب رفع البلاء. وشهد الجمعة التي تم نقلها تلفزيونيا 20 مصليا من العاملين بالمسجد ووزارة الأوقاف وبمراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي. حققت وزارة الأوقاف العديد من الإنجازات الملموسة خلال الأعوام الستة الماضية، أبرزها تعظيم مواردها وعمارة المساجد وتحسين الأحوال المعيشية للأئمة، فضلا عن دورها في مجال الدعوة وخدمة المجتمع. وللحديث عما حققته الأوقاف في مختلف قطاعاتها، ينضم إلينا مباشرة من ديوان عام الوزارة مراسل أخبار مصر وليد هيكل. وليد، بعد مساء الخير، نقدم إليك التحية ونقول لك حدثنا عن نشاط وزارة الأوقاف وما هو الجديد في هذا النشاط هذا العام. بعد مساء الخير عمرو، متابعونا معكم من ديوان عام وزارة الأوقاف. وبالفعل عمرو، كما ذكر الخبر معك الآن، أنه أقيمت صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، وهذه هي الجمعة الثالثة بالفعل بعد أن علقت الصلوات لمدة 9 جمعة كما ذكرنا في خدمتنا الإخبارية السابقة. لكن اليوم عمرو نتحدث عن إنجازات وزارة الأوقاف، إنجازات تمر على مدار 6 سنوات في عهد السيد الرئيس السيسي. بالفعل إنجازات تم تحقيقها على أرض الواقع، ما بين إنجازات داخلية وإنجازات خارجية في كافة المجالات. لكن عمرو، دعنا نقترب من هذه الإنجازات أكثر مع ضيفي الكريمين، وأبدأ بالدكتور محمد أبو ستيت مدير عام التكليفات، متابعة التكليفات بوزارة الأوقاف. دكتور محمد أبو ستيت مدير عام متابعة التكليفات بوزارة الأوقاف، ماذا عن إنجازات وزارة الأوقاف على الصعيد الداخلي، خاصة أن الوزارة شهدت خلال 6 سنوات في عهد السيد الرئيس السيسي العديد من الإنجازات في على الصعيد الداخلي؟ بداية يا أستاذ وليد، في مجال الدعوة ومواجهة الفكر المتطرف تم افتتاح 303 مدرسة علمية و32 مركزا للثقافة الإسلامية و15 ألف فصل محو أمية بالمساجد في كافة المحافظات، كما تم عقد 12960 ملتقى فكري وتسيير 3160 قافلة دعوية للمناطق النائية والحدودية. وفي مجال خدمة القرآن الكريم تم افتتاح 1200 مدرسة قرآنية و69 مركزا لإعداد محفظ القرآن الكريم. وفي مجال التأليف والترجمة والنشر أصدرت وزارة الأوقاف 70 مؤلفا في القضايا العصرية وقضايا الساعة، كان آخرها كتاب فقه النوازل كورونا المستجد أنموذجا، وقامت بترجمة عدد من هذه المؤلفات إلى اللغات الأجنبية المختلفة، بلغت أكثر من 90 مؤلفا. كما أصدرت الوزارة 19 مؤلفا ضمن سلسلة رؤية بالتعاون مع وزارة الثقافة. وفي مجال التدريب تم افتتاح أكاديمية دولية هي الأولى من نوعها لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة 6 أكتوبر في يناير 2019، وتم تنفيذ 33 برنامجا تدريبيا للأئمة والواعظات منذ افتتاح الأكاديمية حتى تاريخه. كما تم تدريب أكثر من 11500 إمام على معالجة القضايا العصرية والمرتبطة بالأمور الحياتية، منها القضية السكانية ومشاكل الأسرة. كما تم توفير أكثر من 280 منحة ماجستير على نفقة الوزارة للأئمة والواعظات والإداريين. وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف الأصيل ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، في ظل الرؤية المستنيرة لمعالي وزير الأوقاف، أنفقت الوزارة ما يزيد على 6 مليارات جنيه في إحلال وتجديد وصيانة وترميم وفرش المساجد. وفي مجال البر وخدمة المجتمع أنفقت الوزارة ما يزيد على 1,600,000,000 جنيه في المساعدات المالية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ شروط الواقفين. كل الشكر لحضرتك دكتور محمد أبو ستيت مدير عام المتابعة بوزارة الأوقاف. إذن زميل عمرو، كانت هذه هي نبذة عن أهم الإنجازات الداخلية. أما الأوقاف بالفعل والتي تمتد خارج حدود الدولة المصرية، يسعدنا أن نتعرف على إنجازاتها خارج حدود الدولة المصرية من خلال عقد المؤتمرات، كذلك الجامعة المصرية بكازاخستان من خلال الدكتور هشام عبد العزيز الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. دكتور هشام، ماذا عن إنجازات وزارة الأوقاف خارج مصر، خاصة من عقد المؤتمرات والجامعة المصرية بكازاخستان وخلاف ذلك؟ في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الحكيمة، قامت وزارة الأوقاف
بعقد عدة مؤتمرات دولية عالمية لنشر صحيح الفكر الإسلامي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة. فقد عقدت الوزارة 8 مؤتمرات دولية عالمية، كان آخرها المؤتمر الدولي 30 والذي كان بعنوان فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية. وكذلك تم عقد مسابقات دولية للقرآن الكريم، كان آخرها المسابقة 27 والتي أقيمت في فبراير من العام الحالي. كذلك الجامعة المصرية نقلت نقلة نوعية كبيرة جدا، فقد حازت على المركز الأول من بين جميع الجامعات الكازاخستانية في تخصصات العلوم الإسلامية وعلوم الدين، حصلت على المركز الأول، وحصلت على المركز الرابع من بين جميع الجامعات الكازاخستانية في مجال نشر العلوم الإنسانية. كذلك حصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على شهادة ضمان جودة واعتماد التعليم في كازاخستان. وتقوم الوزارة أيضا برعاية أكثر من 40 وافد من مختلف دول العالم على نفقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كما قامت الوزارة بترجمة عدد كثير جدا من المؤلفات، وصل إلى أكثر من 92 مؤلفا وكتابا مترجما. تقوم الوزارة بإهداء أكثر من 120 مكتبة لمختلف دول العالم بمختلف اللغات الأجنبية إلى دول العالم. كل شكر لحضرتك دكتور هشام عبد العزيز الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. إذا عمرو، كانت هذه هي نبذة عن إنجازات وزارة الأوقاف سواء داخليا أو خارجيا كما ذكر ضيفي الكريمين خلال اللقاء على الهواء مباشرة، ما بين إعمار المساجد وفرشها وصيانتها وكذلك العديد من المجالات التي تقوم بها وزارة الأوقاف. إليك في الأستوديو عمرو. من مقر وزارة الأوقاف مراسل أخبار مصر وليد هيكل، شكرا جزيلا لك ولضيفيك الكريمين.